نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة ما يتعلق بسبب دراسة التوحيد ولماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب، وأخذنا ما يتعلق بتقسيمات هذا الكتاب. نذكر الآن في هذا الدرس القسم الأول من الكتاب، وهو المقدمة. تعود نفسك دائما على الحفظ، مهم جدا. فإذا اعتدت هذا على هذه الطريقة أنك دائما تحفظ، بإذن الله تحفظ، دائما تكتب ولا تحفظ، إذا معنى هذا ضاع الحفظ منك. تعود نفسك على هذا. كما ذكر لكم الشيخ، أحسن من هذا الذي ذكر الشيخ القول المفيد على كتاب التوحيد، تراجع فيه كل شيء موجود فيه. وإحنا أخواننا والله يعني نريد أن ترتقي في العلم، تضبط شروحات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. بن عثيمين رحمه الله تعالى يرفعك لابن القيم، ابن القيم يرفعك للشيخ الإسلام نعمة رحمه الله الجميع. إيه، عود نفسك دائما على كتب السلف، القراءة في الكتب. أما المذكرات والمختصرات وهذه السندوتشات ما تصلح. إيه، تعود نفسك على القراءة في كتب السلف. لو ختمت كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ترتقي إلى ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يرفعك لشيخ الإسلام إذا قرأت كتب شيخ الإسلام، ما شاء الله، مفهوم؟ طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد يا رب. الآن هذا هو، نعتبر الآن الدرس هذا هو الدرس الأول أو القسم الأول من الكتاب. طيب، ما هو القسم الأول؟ المقدمة. ذكرنا فيما تقدم أنه أي كتاب تقتنيه، مجرد ما تقتني كتاب تقرأ المقدمة والفهرس. تبحث في هذا الكتاب الآن عن مقدمة، ما تجد مقدمة، ما في مقدمة. لماذا لا يوجد مقدمة للكتاب؟ قالوا أن المؤلف رحمه الله أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو التوحيد، ولم يذكر شيء من كلام، وبهذا تميز هذا الكتاب. هذا السبب. إذن لماذا لا يوجد لهذا الكتاب مقدمة كباقي الكتب؟ أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو التوحيد. القول الثاني، لماذا لم يكتب مقدمة؟ هو رحمه الله قلنا نظر في كتاب البخاري، البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة، وهذا البخاري كذلك. فالبخاري علق الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كتاب متخصص في الحديث، وهذا علق الناس بالكتاب والسنة، لهذا كتاب متخصص في التوحيد. طيب، هذا أمر واحد. طيب، الثاني، وجد في بعض النسخ البسملة والحمدلة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القول الثاني نقول سقطت من بعض النسخ، وجدت في بعض الآخر. القول الثالث عندنا أن الأبواب الخمسة هي كالمقدمة لكتاب التوحيد، وسترى الآن إن شاء الله تعالى أن هذه الأبواب الخمسة كأنها مقدمة لكتاب التوحيد وتمهيد لكتاب التوحيد، الدخول في كتاب التوحيد. والكل يصلح، الثلاث هذه الأشياء كلها تصلح بإذن الله. علق الناس بالكتاب والسنة، سقطت من بعض النساخ، الأبواب الخمسة كالمقدمة. من يذكر لي الأبواب الخمسة؟ أنا هذا معك قلم ولا إيش؟ ما حضر أخواننا، ما أحد يدافع عنه. مكتب محاماة هناك في الخارج، هنا ما عندي مكتب محاماة. أترك القلم يا رجل الكتاب. أقول لك هات القلم، ضع القلم أمامك، ضع أمامك. إيه بس، الأبواب الخمسة، من يذكر لي الأبواب الخمسة؟
أو الأول خمس أبواب من كتاب التوحيد من يذكرها لي؟ أحد يعرفها؟ بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. كتاب التوحيد واصطلحنا وتصالحنا واتفقنا أن نجعل هذا يعني الكتاب باب وجوب التوحيد، تمام. هذا الأول. الثاني اترك الكتاب يا رجل. لا لا لا، الأبواب الخمسة، الأبواب ولا الأقسام. القواعد الأربعة، قول الله عز وجل خلاص ذكر هذا. هذا الباب الأول، باب أنا أذكر باب وجوب التوحيد، وباب فضل التوحيد، وباب تحقيق التوحيد، وباب الخوف من الشرك، وباب الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. هذه أبواب خمسة، أعيدها مرة أخرى يا أخواننا. الدرس الماضي أخذنا الأقسام العشرة، الآن في القسم الأول في المقدمة. المقدمة هذه تحتوي على أبواب خمسة: باب وجوب التوحيد، وباب فضل التوحيد، وباب تحقيق التوحيد، وباب الخوف من الشرك، وباب الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. خمسة أبواب. من يعيد عليه هذه الأبواب الخمسة؟ بسم الله. باب وجوب التوحيد، وباب فضل التوحيد وما كفر من الذنوب، باب تحقيق التوحيد، الخوف من الشرك، الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. ها الشيخ. الأول باب وجوب التوحيد، والثاني باب فضل التوحيد، والثالث تحقيق التوحيد، والخوف من الشرك، والدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. من يعيد؟ بسم الله. باب وجوب التوحيد، باب فضل التوحيد وما كفر من الذنوب، باب تحقيق التوحيد، باب تحقيق التوحيد، باب الخوف من الشرك، باب شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الأبواب الخمسة كالمقدمة لكتاب التوحيد. طيب، ما الفائدة من حفظ كتاب التوحيد؟ فوائد كثيرة والله. أي إنسان يسأل الشيخ لماذا ندرس التوحيد، يقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يسرد عليه سرد. الطالب الأستاذ سأل الطالب عن مسألة في الطهارة، فقال الطالب على الفور: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته. وسرد الكتاب كاملا بعد أن انتهى الطالب، يعني أخذ فترة يسمع الكتاب كاملا. فقال: يا أستاذ، خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا العلم. يسألك أي أحد لماذا ندرس التوحيد، تذكر له الباب الأول. تريد تشوق للتوحيد، تذكر على الباب الثاني. يسألك كيف نحقق التوحيد، الباب الثالث. كيف أخاف من الشرك، الباب الرابع. ترد على من يقول أن أول ما يدعى عليه الصلاة، الباب الخامس. وعلى هذا تسير. هذا العلم حفظ. احفظ فكل حافظ إمام. طيب، إذن أورد المؤلف رحمه الله تعالى الباب الأول لبيان وجوب التوحيد، وأن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات، ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا، أي والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله، واجتنبوا أبلغ في البعد عن عباد الطواغيت. يعني اجعلوا عباد الطواغيت في جانب وأنتم في جانب آخر. خلق الخلق لماذا؟ لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، إذن الباب الأول أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان وجوب التوحيد، وأن التوحيد أول الواجبات وأوجب الواجبات، وخلقنا من أجله، والله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بماذا؟ أن اعبدوا، أي وحدوا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
ولقد بعثنا، أي والله لقد بعثنا في كل أمة في كل طائفة رسولا، ما هذا البعث؟ أن اعبدوا وحدوا واجتنبوا أبلغ. طيب، إذن الباب الأول وجوب التوحيد. لماذا جاء بالباب الثاني؟ قلنا الباب الثاني باب فضل التوحيد حتى تشتاق، لأن قلنا هناك من ينفر عن التوحيد وقال التوحيد عرفناه ولا داعي أن نعرف التوحيد وكذا وكذا وكذا، فأراد أن تشتاق للتوحيد. لو قال قائل المؤلف رحمه الله تعالى جاء بباب فضل التوحيد، هذا معناه أن المؤلف يرى أن التوحيد ليس بواجب، كيف نرد على من يقول هذا الكلام؟ لو قال لك أن المؤلف قال باب فضل التوحيد، هذا معناه أن المؤلف يرى أن التوحيد ليس بواجب، قل من قال هذا؟ الباب الأول ما هو؟ هو جاء بالباب الأول. ثم يا أخي عندنا قاعدة، ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هل يعني أن صيام رمضان ليس بواجب لهذا الحديث؟ لا، ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. وقلنا المؤلف رحمه الله ثنى بهذا الباب بفضل التوحيد حتى تشتاق، مفهوم؟ نعم. عرفت أن التوحيد واجب وشوقك للتوحيد، الآن أراد أن تحقق التوحيد وتكون محقق للتوحيد. كيف تكون محقق للتوحيد؟ تكون محقق للتوحيد بأن تخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. تحقق التوحيد بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة، إمام، قدوة. بماذا؟ أمور ستة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وأثنى الله سبحانه وتعالى بها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن تحقق التوحيد باقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله إن إبراهيم كان أمة، إمام، قدوة. فلا بد أن يكون كل واحد منا قدوة. نعم، إن إبراهيم كان أمة قانتا، هذا الثاني، كثرة الطاعة مع الدوام عليها لله، إخلاص، لا تريد لا رياء ولا سمعة، حنيفا دائما ترجع إلى الله وتدبر عن الشرك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تبرأ من الشرك وأهله. السادس، شاكرا لأنعمه. هذه أمور ستة، قدوة، كثرة الطاعة مع الدوام عليها، إخلاص، مقبل إلى الله مدبر عن الشرك، البراء من الشرك وأهله، شاكرا لأنعمه. البراءة، لو قال لك قائل كيف نبرأ من الشرك وأهله؟ في أحد يعرف كيف تكون البراءة من الشرك وأهله؟ تكون البراءة من الشرك وأهله بأمور ثلاثة، بالقلب واللسان والجوارح. تكون البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب اعتقاد، تعتقد أن كل ما عليه الكفار باطل وضلال. باللسان تصرح بلسانك إنني براء مما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. بالجوارح، عدم مشاركة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع وتلبس لباس الكفار وغير هذا. طيب، إذن ذكر وجوب التوحيد حتى تعرف أن التوحيد أوجب الواجبات، وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق، وجاء بباب تحقيق التوحيد حتى تحقق التوحيد وتخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي.
كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، فمن تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. مفهوم؟ إذن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، فمن تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. ثم جاء بالباب الرابع وهو باب الخوف من الشرك. لماذا جاء بباب الخوف؟ لأن المحقق للتوحيد لابد يخاف من الشرك. وذكر لك الإمام المحقق للتوحيد حتى تقتدي به وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تحقيق التوحيد، ذكر لك في الخوف من الشرك واجنبني إمام خليل أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كسر الأصنام وبعد هذا يدعو ويقول واجنبني، يقول يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر ما أريد أراهم. إذن أنت من باب أولى، لابد أن تخاف. إذن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. طيب كيف نخاف من الشرك؟ من يعرف؟ لو قال لك قائل كيف نخاف من الشرك؟ ذكرت لكم الآن يعرف، يرفع أسبع يا أخوانا. إذا قال لك قائل كيف نخاف من الشرك، ماذا تصنع؟ كيف تجيب؟ تقرأ على الباب. الحمد لله، هذا إجمالا. وبالتفصيل نخاف من الشرك بدراسة التوحيد، نخاف من الشرك بدراسة الشرك حتى لا نقع فيه، نخاف من الشرك بالدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نخاف من الشرك بالبراءة من الشرك وأهله. هذا الخوف من الشرك. إذن لابد للمحقق للتوحيد أن يخاف من الشرك كما خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بالباب الخامس وهو الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. مؤلف أورد هذا الباب والله أعلم لسببين، باب الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله، أراد أن يبين أن المحقق للتوحيد لابد أن يدعو إلى توحيد الله. قل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي، طريق موصل إلى الله طريق واحد، هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح. قل هذه سبيلي، سبيل واحدة، أدعو إلى من؟ إلى الله، إخلاص. الشرط الأول، شروط الدعوة خمسة، الشرط الأول من شروط الدعوة الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الشرط الثاني العلم الشرعي على بصيرة. الشرط الثالث معرفة حال المدعو، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الرابع الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الشرط الخامس الصبر. إذن الداعي إلى الله لابد له من شروط، اذكرها الداعي الفلبيني، الأول الإخلاص، لا يريد لا رياء لا سمعة لا مال لا غيره. الثاني علم شرعي، لأنه ما يمكن يدعو إلى جهل، على بصيرة أي علم شرعي. الثالث معرفة حال المدعو، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أناس لديهم كتب لديهم حجج، ناظرهم، قال له ناظرهم؟ لا، قال بين ما عليه النصارى وكذا وتكلم عليهم، قال لا. إذن أسهل طريقة وأحسن طريقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل الكتاب يهود ونصارى. بماذا؟ علمهم التوحيد، صح؟ أي نعم. طيب، والحكمة والصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب الخامس لسببين. السبب الأول، أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني، أراد أن يرد على من يقول أنه أول ما يدعى عليه الصلاة، قال لا، أول ما يدعى عليه توحيد. أي نعم. طيب، هذه أبواب خمسة هي كالمقدمة
لكتاب التوحيد. من يعيد علي؟ بسم الله. قلنا باب وجوب التوحيد بين في هذا الباب أن الغاية من خلق الجن والإنس صحيح، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ودينهم واحد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وشيئا نكرا. نعم، إذا جاء بوجوب التوحيد حتى يبين أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وألزم الله سبحانه وتعالى به. نعم، ثم جاء بالباب الثاني حتى تشتاق، وذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. وجب عليك وتشوقت الآن، تطلع لماذا؟ لن يحقق التوحيد. فقال حقق الآن التوحيد وخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بالاقتداء بسادات الأولياء صحيح، بترك طلب الرقية والاكتواء والتطير. لماذا؟ لصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به، الأخذ بالأسباب المشروعة. حققت، فالمحقق لابد يخاف، والمحقق لابد أن يدعو للتوحيد. نعم، هذه كالمقدمة الآن لكتاب التوحيد. كيف عرفنا أنها مقدمة؟ من أين؟ أنا أقول لك. في المسائل قال في تفسير التوحيد، لأنه قال الآن في الباب السادس، ما هو الباب السادس؟ باب تفسير التوحيد. في الباب السادس هنا قال وشرح هذه الترجمة تفسير التوحيد ما بعدها من الأبواب، يعني من هنا إلى نهاية الكتاب شرح للتوحيد الذي وجب عليك، وعرفت أن أوجب الواجبات وتشوقت ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعاء عليه. قال الآن خذ من هذا الباب من تفسير التوحيد إلى نهاية الكتاب شرح للتوحيد الذي وجب عليك وتشوقت ولابد من تحقيقه والدعاء إليه والخوف من ضده والدعاء عليه. مفهوم؟ طيب، نعم. إذن هذه الأبواب كالمقدمة لكتاب التوحيد. الباب الأول عرفنا، وهذا أمر يعني لا يمكن يجهله إنسان، وجوب التوحيد وفضل التوحيد، تشويق، ثم التحقيق، لابد أن نحقق التوحيد، وبقدر ما تحقق من التوحيد يحصل لك طمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم، الظلم الشرك، أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة، نسأل الله من فضله. طيب، ثم ذكرنا الخوف من الشرك، قلنا لابد تخاف، وذكرنا أمور يكون بها الخوف من الشرك. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته رضوان الله عليهم، فنحن من باب أولى. خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام وخليل وكسر الأصنام وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه، إذن أنت من باب أولى. ثم الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله، وذكرنا أن المؤلف ذكر هذا الباب والله أعلم للسببين، أراد أن يرد على من يقول أن هناك في زمن الشيخ قالوا أنه أول ما يدعو عليه الصلاة، رد عليهم بهذا الباب. وقول ثاني أنه أراد أن يبين أن المحقق حق للتوحيد لابد يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لكن بشروط الدعوة الخمسة: علم الإخلاص والعلم الشرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة والصبر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في حديث علي رضي الله عنه، أخواننا هذا الحديث، أن الصحابة رضي الله عليهم خرجوا إلى خيبر، خيبر غنيمة ومال، يعني هذا يعتبر الآن، يعني عندما خيبر دخلت
في ملك النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنيمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يفتح الله على يده. انظر الآن بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفتح خيبر، وخيبر مال وغنيمة. ما التفت الصحابة رضوان الله عليهم إلى هذا إطلاقا، ولا واحد منهم التفت إلى هذا. هل التفت واحد إلى غنيمة؟ لا، التفتوا إلى ماذا؟ فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجون يعطاها. التفتوا إلى هذا ما التفتوا إلى هذا، التفتوا إلى الآخرة والله ما التفتوا إلى الدنيا. هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. فتح، ما التفتوا إلى الفتح ولا الغنيمة، ما أرادوا الدنيا ولم يخرجوا لها أصلا. فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجون يعطاه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين علي رضي الله عنه. حقق الصحابة رضوان الله عليهم الإيمان بالقضاء القدر. ما في واحد من الصحابة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نحن صنعنا ولم ننم وأخذنا ندعو. آمنوا بالقضاء والقدر، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما تكلم واحد. حققوا الإيمان بالقضاء والقدر. علي رضي الله عنه مريض، به مرض ولا لا؟ به مرض. في خيبر طبخوا الحمر الأهلية جوع، ما عندهم من الطيبات، جوع مرض وباء أعلى ما يكون أو من أعلى ما يكون مشقة جهاد. صح، تقاعس واحد؟ لا والله، نحن ولله الحمد اليوم لا مرض لا جوع ولا خوف، نأكل من الطيبات الحمد لله. لكن انظر إلى ما كان عليه الصحابة وانظر إلى ما عليه بعض الناس هدانا الله وإياهم اليوم. قال أين علي؟ قال واشتكي عني. العلم الأول آية من آيات النبوة، قلنا بشرهم فتح خيبر وفتحت خيبر كما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما التفتوا إلى هذا. الثاني تفلو في عينيه، برئ كأن لم يكن به وجع. ولهذا يذكر العلماء رحمه الله أن خوارق العادات أربعة. خوارق العادات يعني هناك أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس. يعني هذا الشيخ الآن فتح الله عليه ويحفظ القرآن، يحفظ بلوغ المرأة، في إشكال؟ أمر يعني يحدث للناس، صح؟ نعم. لكن يطير في الهواء بيديه، هذا خلاف العادة، خوارق العادات. يمشي على سطح الماء برجليه، هذا خوارق عادات. يأكل الجمر، خوارق عادات. طيب، يقول العلماء رحمه الله أن خوارق العادات أربعة. آية هذه تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يدعي إنسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن لديه آية، لأنه لو ادعى هذا لا شك فيه أنه كافر وكاذب، صح؟ أي نعم، انتهت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. إذن آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني كرامة تكون لأولياء الرحمن. من هم أولياء الرحمن؟ من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جمع بين الإيمان والتقوى. الثالث معجزة وفتنة كما يحدث للدجال نسأل الله العافية والسلام، وهذه تكون لمن؟ لأولياء الشيطان. ولا بد أن تفرق،
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من كان مؤمنا تقيا هذا من أولياء الرحمن، لا إيمان ولا تقوى نسأل العافية والسلامة من أولياء الشيطان. هذا الأمر الثالث، آية وكرامة ومعجزة وفتنة يعني يعجز عنها بعض الناس. الرابع فضيحة. مسيلمة أتي إليه برجل فيه رمد وقالوا اصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه. أنت قد يأتيك مريض وبه رمد تقرأ عليه قد يبرأ وقد لا يبرأ. قرأ عليه مسيلمة ونفث في عينيه ذهب بصر. فضيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بئر يقال فيها ماء قليل، قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يبارك لنا في هذا الماء. دعا وبصق عليه الصلاة والسلام في هذا البئر وإذا بالماء يزيد. مسيلمة قال اصنع هذا في بئر، عندنا بئر. فجاء وقرأ وتمتم وبصق جف البئر. فضيحة. إخواننا نسأل الله العافية والسلامة، كل من كذب على الله نسأل الله العافية والسلامة يفضح الله في الدنيا قبل الآخر. إذن خوارق العادات أربعة، آية وكرامة تكون لأولياء الرحمن، كما أكرم الله سبحانه وتعالى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن الله سبحانه وتعالى جعل في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة لأنها من أولياء الرحمن. ومعجزة وفتنة كما يحصل للدجال، السحرة مشعوذين، واستباب كامل في هؤلاء إن شاء الله تعالى. وفضيحة كما حصل قلنا لمسيلمة صلى الله عليه وسلم. هذه الأبواب الخمسة كالمقدمة لكتاب التوحيد. طيب أجمل المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأشياء هنا، ستأتي معنا بإذن الله تعالى بالتفصيل. كم بقي الشيخ معنا؟ نعم ربع وأقل. طيب نسأله بعد هذا يعني نرى إن شاء الله. نعم نبدأ من عندك أنت يا شيخ. نعم ماذا أخذنا؟ أي نعم أخذنا مقدم. قلنا الله يفتح عليك، بدأنا الآن في القسم الأول من أقسام هذا الكتاب على ما قسمنا حتى نضبط هذا الكتاب. وقلنا أن هذه المقدمة تحتوي على أبواب خمسة. اصطلحنا أن نسمي الباب الأول لأن المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى، اصطلحنا أن نسمي هذا الباب باب وجوب التوحيد، هذا الباب الأول. والثاني باب فضل التوحيد وما كفر من الذنوب للتشويق. والثالث تحقيق التوحيد حتى نحقق التوحيد ونخلص التوحيد من ثلاثة أشياء، من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. وتحقيق التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لابد من ثلاثة أشياء صح؟ هذا هو التوحيد. نعم. طيب والباب الثالث الرابع الخوف من الشرك، لأن المحقق لابد يخاف، وأخذنا كيف يخاف. ثم الباب الخامس الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. نعم يا أخي. نعم دعوة المشركين تكون بالتوحيد. الله يفتح عليك. في مركزين للدعوة اختاروا 50 مرأة في المركز الأول و50 مرأة في المركز الثاني. وكانوا في المركز الأول قالوا نريد أن تكون الدعوة هنا في المركز الأول أن نعلمهم التوحيد ولا نتكلم عن النصرانية إطلاقا. في المركز الثاني قالوا لا، نريد أن نبين ما عليه النصارى ويكون أخذ ردود. يقال أنه بعد شهر كانت الحصيلة في المركز الأول أنه أسلم 40 مرة.
في المركز الثاني أسلمت واحدة، وأسلمت واحدة يقول الداعية أتعبتني هذه الواحدة، كل يوم تأتيني بشبهة وأرد عليها، بشبهة وأرد عليها. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل واحد وبعث عالم ولم يبعث جاهل، ولم يحدد له أوقات معلومة، يعني قال لابد من أيام كذا وكذا، وقال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، نعم، وقال قوما من أهل الكتاب، يعني لهم كتب ولهم حجج، ما قال ناظرهم، علمهم توحيد. أي نعم، أخذنا أن الأشياء التي تأتي على خلاف ما اعتاد الناس أربع. الأول آية، وقلنا الآية هذا الذي جاء في القرآن آية، صح، في تسع آيات، أحسن من أن تقول معجزة، لأن المعجزة قد تكون للدجال. أي نعم، وقلنا لا يمكن أنه يأتي إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندي آية، وإلا حكمنا عليه بأنه كاذب وكافر في وقت واحد، صحيح؟ طيب، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم كرامة كل أولياء الرحمن، من هم أولياء الله؟ جمعوا بين الإيمان والتقوى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ولا إيمان ولا تقوى صار من أولياء الشيطان، ينام بين القبور ويشرب الخمور ويزني ويسرق ويأتي بالطاعات ويأتي بالمنكرات، هذا ولي والله لا شك في ولايته، من أولياء الشيطان. وقلنا لابد أن تفرق، ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان، فرق بين السماء والأرض. طيب، والرابع معجزة وفتنة، يعجز وتكون فتنة، نسأل الله عافية والسلام استدراج، وهذه الأولياء الشيطان. والرابع فضيح، نسأل الله عافية والسلام. نعم، الله يفتح عليك. شروط الدعوة إلى الله: الأول الإخلاص، لأن هناك بعض الناس صلى الله عليه وسلم لو دعا فهو يدعو لنفسه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول، على بصيرة أي على علم شرعي، الحكمة ومعرفة حال المدعو أنك تأتي قوة من أهل الكتاب، والصبر. نعم الشيخ، الله يفتح عليك، تحقيق التوحيد يكون معرفة التوحيد، هذا الخوف من الشرك، يخاف من الشرك، كيف نخاف؟ بتعلم التوحيد وتعلم الشرك حتى لا تقع فيه، والدعاء وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والبراءة من الشرك وأهله. أي نعم، الله يفتح عليك، أن المحقق حقا للتوحيد لابد يا أخواننا، لو كان هناك حفرة في الطريق ويمشي هذا الشيخ ويكاد يقع في هذه الحفرة، تنبهه وتتركه، ولو كنت مطلع على حاله وسقط تضمن والحق كذب، فكيف هذا بحفر الدنيا؟ كيف ونحن نتكلم عن حفر نسأل الله عافية والسلام؟ نيران ما تنبه يا رجل، لو تخرج الآن إلى الشارع مثلا، لو مثلا هذا الأخ وهو يطوف بالبيت وجد رجل يعني معه سيجارة، إيش يصنع؟ يسكت؟ ها؟ يقول هناك هيئة أمر بالمعروف وكذا، أو ينكر؟ لابد ينكر، من رأى منكم منكرا. هذا إن كان في أمر، إحنا عدوا الآن إيش؟
معصية صحيح. فبالك ترى الناس وقعوا في الشرك الأكبر، ما تعلم كل إنسان يا أخواننا بقدر ما يستطيع. هذا يقول أنا أحارب الشرك بأن أشتري رسائل أوزعها، وهذا قال أنا أدفع مال للدعاة إلى الله، وقال هذا أنا أتعلم الآن التوحيد وأعلم التوحيد، وقال هذا أنا أطبع الكتب، وقال هذا أنا أصنع كذا وأصنع كذا وأصنع كذا. وكل إنسان بحسب ما يستطيع. هل تشك في توحيد الله؟ ما يمكن. هل تشك في الشرك؟ ما يمكن. فالذي أنت موقن منه 100% هذا تدعو إليه، ولو كان عندك شك 1% تتوقف. فهل تشك في التوحيد؟ هل تشك في أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بأنواع التوحيد الثلاثة؟ لا، ما يمكن. هذا معلوم من الدين بالضرورة أصلا. نعم. طيب، فضل الصحابة وكان همهم، نعم اللهم ارضى عنهم، قلنا ما التفتوا إلى الغنيمة مع أن الغنيمة شيء عظيم، خيبر أموال. نعم، ما التفتوا لهذا وأخذوا يدوكون ويدعون الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا فضل الصحابة رضوان الله عليهم في تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. وفيه أيضا أن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. رجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، في علي رضي الله عنه، هل معنى هذا أن علي رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عليهم؟ لا. أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه، هل معنى هذا أن أبو عبيدة رضي الله عنه هو أفضل الصحابة؟ لا. ذكر الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل الخاص، لا يستلزم ثبوت الفضل العام. مر معنا الآن في معاذ رضي الله عنه قال أعلمكم بالحلال والحرام، هل معنى هذا أن أفضل الصحابة رضي الله عنه؟ لا. إذن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. طيب، الله يفتح عليك. الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام قلنا في أمور ستة، ما هي؟ تعرف يا شيخ؟ الأول يعني إذا لابد أخواننا أن تضع هذه الأمور الستة نصب عينيك. الأول قدوة، إمام وقدوة للآخرين، كثير الطاعة مع الدوام عليها. ابن الجوزي عفى الله عنه كتب رسالة لابنه يوصي فيها بطلب العلم، وأطال يعني كما هي يعني من عادته، ثم قال له في نهاية هذه الرسالة، قال وألخص لك هذه الرسالة في كلمتين: واتقوا الله ويعلمكم الله. طالب علم يريد أن الله يفتح عليه في العلم بدون تقوى ما يمكن. طيب، الثاني، الثالث إخلاص لله، الثالث، الرابع حنيفا دائما مقبل إلى الله مدبر عن الشرك، براءة من الشرك وأهل قلب ولسان وجوارح، شاكرا لأنعمه، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي، قلنا لابد يكون التحقيق للتوحيد بالقول والعمل والاعتقاد، وسيأتي بإذن الله تعالى. نبدأ بالدعوة بالسلام. أنا أول ما نأمر به نأمر بالتوحيد، لأن الصلاة ما تقبل بلا توحيد. نعم. صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن بدأ الدعوة بالتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. الله
انتهى الدرس. الوقت انتهى لا الوقت انتهى. ها طيب متى موعدنا غدا ان شاء الله؟ مباشره. طيب يا اخواننا يعني تاخذ مثلا الكتاب الان وزع عليكم الاخوه قول مفيد وعندك المتن مع اخوانك تبدا تكتب مثلا الفوائد كذا. اذا يعني هناك شيء مثلا لم